وانت طفل عيطت، طبطبوا عليك وفهموك، احترت وسألت كتير، صبروا عليك وعلموك، وفي عز دقيقتهم اهتموا بيك وفرحوك. دلوقتي الدور عليك، اهتم بيهم، رعيهم وخاف على مشاعرهم، ما تجرحهمش مهما حصل. افتكر وانت صغير عملوا عشانك ايه، ساعدهم من قلبك وانت راضي، سندت عليهم وانت صغير، اسندهم لما يكبروا. هي دي أخلاقنا.